يظن البعض والكثير بأن حلويات القطايف كما تسمى فلسطينيا وحتى عربيا تأتي أو جاءت منذ عهد الفاطميين، لكن ذلك غير صحيح. هي جاءت منذ نهاية العهد الأموي وبداية العهد العباسي، بعدما يعني أراد الحكام من طهاتهم أن يوجدوا حلويات تستقر في المعدة وتشعرهم بالشبع. نتحدث هنا مع صاحب أقدم حلويات قطايف في منطقة مدينة رام الله وربما في الضفة الغربية وفي عموم فلسطين منذ 45 عام، والحج أبو سفيان يقوم بصناعة القطايف. مرحبا بك حج أبو سفيان، ونتحدث هنا عن حلويات القطايف. ما الذي يميز هذه الحلويات عن غيرها؟ والله هذه حلويات مرغوبة في رمضان، لأنها زي ما تقول أشياء شعبية قديمة، نفسيا في رمضان تنطلب هي، وزي ما تقول كرابيج الحلب، وزي ما تقول لقمة القاضي، هذه شغلات في حلويات محددة في رمضان لازم يعني. وبعدين بأكلها المسلم والمسيحي عندنا في رام الله هنا، حتى الإخوان المسيحيين بحبوها برمضان بالذات، بقول لك مش زاكي إلا برمضان. عجينة تختلف، عجينتها لا تختلف في رمضان أو غير رمضان، نفس العجينة، بس سبحان الله كنه إشي نفسي يعني. طيب أبو سفيان، إلك 45 سنة بتعمل قطايف، يعني أنه هذا العمر قديش ممكن أي حدا مثلا يعمل قطايف أي لحظة؟ لا 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 طبعا، هذا بده خبرة. في ناس كتير يعني بنزل بعجن هالعجين وبصبه هذا، بس بطلعش قطايف يا عمي. القطايف بده خبرة، في مواد بتنحط وفي عيارات محددة للقطايف مشان تطلع حبة نظيفة مرتبة اللي يقدر أي إنسان يأكلها، أما مش أي واحد صب قطايف بصير معلم، ما بزبط. طب شو اللي بميز قطايف أبو سفيان عن غيره؟ والله هذا سر الصنعة. أبو سفيان له 45 سنة بيشتغل، كل سنة بيجدد على شغله، فلذلك هذه الصنعة كل صنعة لها سر، مش كل واحد بيتقنها يعني. طب احكي لنا عن القطايف، كيف بتعملوها، احجامها، شو بتحشوها، ايش الحشوه بتيجي فيها؟ القطايف عباره عن عجينه يعني، في بتيجي من طحين، طحين معين الها وسميد طبعا، وبعض المواد انا بضيف لها مشان ايش تطلع ارتب. وبالنسبه للحشوه يعني حشوه، في ناس بيحشوها جوز، في ناس بيحشوها فستق علبي، في ناس بيحشوا جبنه حلوه، في ناس بيحشوا كشطة، هذه الصغيرة العصافير بتنحشى كشطة هذه، وبتنشواش هذه بتنحشى هيك، بنحط فيها كشطة وحبة فستق حلبي وبنضر عليها القطر وبتتاكل زي ما هي عجين يعني، بس هي مستوية أصلا، مستوية عن الصاج يعني عن الفرن عندي يعني. طب كيف بداية، كيف تعلمتها أنت لعملت هذه القطايف، وأول مرة سويت قطايف كيف كانت؟ والله أول مرة صارت عجب يعني. والله في واحد علمني اياها، بس انا اضفت عليها شغلات كثير يعني صراحه يعني، ما خليتها على نفسي ابدا. بعدين في الاردن انا التقيت في واحد شامي معلم حلويات، هذا قبل 40 سنه تقريبا، دفعت له مبلغ مشان يعطيني سر القطايف الاصلي يعني، وفعلا دفعت له مبلغ مشان يعطيني سرها واشتغلت عليها وحسنت. شو في اشي خطأ بنشوفه بيطلع بالقطايف، بعدين العجين يعني اذا كان الخلطة طلعت عندي مش مزبوطة بكبها وببيعهاش انا هيك طبيعتي. مع الشوب احيانا بتضرب العجينة، احيانا مع الشوب مع الخميرة والهذا بتضرب انا ببيعهاش، بكبها وبسوي عجينة جديدة. طب ابو سفيان، يعني في فرق بين القطايف في الاردن، في فلسطين، في بلاد الشام، في سوريا، في مصر مثلا، في مناطق ثانية، في فرق؟ طريقة صنع القطايف العجينة يعني تبعتها تعتبر قريبة لبعضها، أما الحشوات أنا ما بعرف، بعرف إنه فلسطين والأردن بيحشوها إشي جوز، إشي جبنة حلوة، إشي فستق حلبي، حسب ما بده الواحد. في ناس بيحشوها فستق عادي، هذا هو. طب صحيح بقولوا إنه هاي القطايف حلويات الغني والفقير؟ 100%، لأنه الغني بيقدر يأكلها والفقير بيقدر يأكلها 100%، ما بتكلفش يعني، مش مكلفة. حلويات القطايف غير مكلفة يعني، كيلو القطايف حقه 12 شيكل، بيشتري له كمان تقريبا 200 جرام جوز ب 12 شيكل، يصير 24-25، وخمسة شيكل قطر وشغلات زي هذه 30 شيكل، بتطعم عيلة من 7-8 فار بياكلوا بيشبعوا. طب بيقولوا انه بالزمان انه الحكام الامويين والعثمانيين والعباسيين
طلبوا من طهاتهم انه يعملوا قطايف او حلويات، بمعنى حلويات انه تستقر بالمعده يعني تسد الشبع. انا سمعت عنها سمع، اما ما بعرف عنها شيء بالضبط، اما اجمالا حتى القطايف اذا كان انا قعدت سنين بتصحرش الا قطايف، ثلاث اربع حبات قطايف وضل طول النهار شغال، يعني بتصمد في المعده حبه القطايف بتقعد في المعده، تقعد 7-8 ساعات 10 ساعات، يعني بضل الانسان كانه ماكل وشبعان. شكرا لك ابو سفيان، طبعا صاحب اقدم محل لبيع القطايف في منطقة رام الله أو بلدة رام الله القديمة على وجه التحديد. فعليا هذه الحلويات هي حلويات الفقير وحلويات الغني في ذات الوقت، وهي حلويات تكثر والطعم المميز لها فقط في شهر رمضان، رغم أيضا صنعها في غير شهر رمضان، إلا أن الإقبال عليها في شهر رمضان يعني يأكلها الصغير والكبير بأشكال وأطعمة مختلفة.